فاكر افهم ايه اللي انت بتعمله ده؟ طب ما تاخدي نفسك الاول وبعدين نتكلم. يلا خشي. مش هاخد حاجه، خلصني. انا بقالي يومين ما اعرفش عنك حاجه. في ايه يا باسم؟ والله متبهدل من امبارح، ايدي واقفه من كتر الشغل، فعملت التليفون سايلنت وقلت اريح دماغي شويه. تشربي قهوه معايا؟ لا متشكرة، انا ماشيه على طول. طب طمنيني، مفيش اخبار عن عروستنا؟ عرفت حاجه عنها؟ رجعت هي وادم خلاص من لبنان. طب ملحقوش؟ طبعا الصور جابت نتيجه، ساره خلاص بتفلفص. مالك يا باسم؟ ماليش، وانا زي الفل. زي الفل وانا معرفكش ولا ايه؟ وشك قلب ليه؟ طعبيتها جميله وانا وشي هيقلب ليه؟ يعني لا تكون بتحن لها ولا حاجه. لا اطمني، الموضوع ده انا قفلته من زمان، وبعدين اي حاجه بتحصل هي بتحصل عشان انت عايزها كده. مفهوم؟ هتقولي لها ان انت جيتي لي هنا؟ طبعا هقول لها. هتقولي لها ايه؟ ما لقيتوش، ما عرفتش اوصل له. هي بقى تدور عليك بمعرفتها. صحيح، ربنا يكفيك شر واحده حاطط حد في دماغك.